حبيت نقول برك أخي يوسف إذا سمحت تفضل. فيما يخص تصريحي لقناة البلاد، عندما قلت هناك 5000 حالة أو 6000 حالة، الناس أولوها وكأن وزارة الصحة راهي تخفي الأرقام، وأنا نعيد نقول الوزارة الصحة راهي تعطي الأرقام مباشرة من المخاطر، سواء عدد الوفيات أو الحالات الجديدة. ولكن عاود نقول الرقم اللي أعطيته لاعتبارات هو أن بعض الناس حاملين الفيروس بدون علم. نعم، والناس وهذا موجود في العالم كله. نعم، لهذا الرقم يعني يبان، لهذا باش ما نحيو التأويلات هذه السياسية. نعم. لا، وهذا هذا مع هذا معمول به في كل دول العالم. نعم. العديد من العلماء والخبراء يقولون بأن الأرقام التي قدمت والتي قدمتها مختلف الدول ليست حقيقية، لم يقولوا هي كاذبة، ليست حقيقية، لأن الدول لا يمكنها أن تشخص وأن تجري تحاليل لكل المواطنين، وبالتالي ليست حقيقية لا تعني بأنها كاذبة، ليست حقيقية لأنه إمكانية التشخيص في كل الدول منخفضة. الولايات المتحدة الأمريكية استطاعوا أن يقوموا بمليون تشخيص في فترة 10 أيام، وقال العلماء بأن الأرقام ليست حقيقية. مليون تشخيص، ألمانيا نفس الشيء، مليون تشخيص في أسبوع، وقال الخبراء بأن الأرقام ليست حقيقية وليست كاذبة، مش معناها كاذبة، ليست حقيقية لأنها لا تعبر عن الواقع الذي لا يمكن إحصاؤه عن طريق عملية التشخيص. هذا المقصود في العالم كله. لقد عبرتم أحسن مني علميا. أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر خاموك.